مكان وسط البلد، شارع شريف عمارة المباني، وفي ناس مسميها عمارة المشاهير. عمارة سكنها كتير جدا من ممثلين ومخرجين ومغنيين زمان، زي كاميليا عبد العزيز محمود بتاع أغنية يا تاكسي الغرام، ده غير إنها تصور فيها فيلم حياة أو موت بتاع ذا أوفيوس القاتل، وفيلم قصة ممنوع. وسكنها كمان عماد حمدي ومديحة يسري وماجدة الصباحي والفنان محمد فوزي والملحن الكبير كمال الطويل والمخرج محمود ذو الفقار ينري بركات وكمال الشيخ وأسماء هاني والدكتور عزيز صدقي رئيس وزراء مصر السابق، وكمان من أثرياء اليهود الخواجة شكران وريمون شاملة. وطبعا بطلة قصتنا الفنانة ليلى مراد. فضلت العمارة مملوكة لعبده باشا لحد سنة 61، بعدها جه الرئيس جمال عبد الناصر وأمم أملاكه عشان ملكية العمارة تروح لشركة الشمس للإسكان والتعمير. بالرغم من التاريخ ده كله والناس اللي سكنت فيها، إلا إنها بيقولوا عليها دلوقتي عمارة الأشباح، بعد نص السكان ما هجوا منها خايفين يا روح ما بعدك روح. كان في حادثة هنا من مدة. ايوه اللي حصل؟ كان واحد وواحدة ميتين. من 3 سنين سكن فيها واحد وواحدة، وبعدها بفترة أخبارهم اتقطعت ومحدش يعرف عنهم حاجة، لحد ما جه عم حسن بلغ بموضوع اختفائه. جت الشرطة وراجعت الكاميرات واتحرت عن الموقف، اكتشفوا ان هم ما خرجوش اصلا من الشقة، ولما راحوا كسروا الشقة ودخلوا جوه لقوهم مرميين في الصالة جثث، وواضح من الريحة والمنظر انهم بقالهم فترة كبيرة. حصل انه كانت في واحد مأجر شقة، فجاب واحدة تشتغل له، السمسار جاب له واحدة يعني وحاجات تانية يعني، فاختلف هو والست دي والسمسار، حاجات تانية يعني حاجات خارجة يعني. فضرب الست وخنقها، السمسار سمع راح قتله ومشي. يعني دي واقعة حصلت، جريمة قتل. جريمة وحتى في الجرائد كان اسمها جريمة الموبيليا، وانا على الاساس ده عملت الفيلم بتاعي يعني. قريت الخبر ده عجبني الاسم، عملت قصة شبيهة شوية. مش بس الحادثة دي اللي حصلت في العمارة، كمان من ضمن الحوادث اللي حصلت في العمارة ان كان في واحد مأجر الشقة طلب من السمسار انه يشوف الواحدة تروق الشقة، ولما جت اختلفوا على الفلوس، قتل الست وبعدها كلم السمسار عشان يجيله، ولما جه قتله وهرب. الجريمة دي مشهورة باسم جريمة الموبيليا، اللي المخرج خالد الحجر عجبه الاسم وضافوا الافلام. نيجي بقى لشقة الفنانة ليلى مراد اللي سكنها المخرج خالد الحجر، واللي قال بعد كده ان الشقة فيها عفاريت. قال ان بمجرد دخوله للشقة بيحس بطاقة غريبة، ده غير ان دايما بيحس انه مش لوحده في الشقة. قال كمان ان كان ليه صديق اسباني وكان وقتها مدير التسويق بتاعه، راح البيت زيارة خالد الحجر وهم قاعدين استأذن يروح الحمام، وهو رايح شاف واحد واقف في اخر الكوريدور، مع العلم ان المخرج خالد الحجر قاعد في الشقة لوحده. مين اللي شافه صاحب خالد الحجر؟ مش كده وبس، بيقول كمان ان زيارة صديقه الاسباني قررت ليه كتير بحكم الشغل اللي ما بينه، وفضل صاحب خالد الحجر تحصل معاه حاجات غريبة، ساعات التليفون بتاعه يقع لوحده، ده غير ان في صورة معينة فوق سرير اوضة الضيوف، الشغل كتير بينهم وساعات الوقت بيتأخر، فخالد الحجر بيقول لصاحبه يفضل معاه عشان الوقت خلاص، ولما بيجي يدخل عشان ينام الصورة اللي في اوضة الفنانة ليلى مراد، السرير اللي كانت بتنام عليه الصورة تحديدا كانت بتقع عليه وهو نايم، كان في حد بيوصله رسالة انه وجودك على السرير مش محبوب، ما يمكن السرير اصلا مش ليك ولا حتى لخالد الحجر، يمكن لناس تانية انتوا اكيد عارفينه. في مرة خالد الحجر اتصل بحد في انجلترا، شخص ليه في الظهر الطبيعي، وحكاله رد عليه وقاله لما تحصل حاجة زي كده ثاني كلمه. طب هو ايه اللي بيحصل معاه عشان يكلمه؟ قال انه بيشوف اطياف كتير وخيالات صعبة، ده غير انه في مرة بالليل سجاره خلصت فنزل في الاسانسير، لان الاسانسير بيطلع لوحده للدور الخامس
وبعدين ينزل للدور الرابع ويرجع يطلع للدور الخامس وينزل تاني للدور الرابع. الموضوع اتكرر معاه اكتر من 6 مرات ومش عارف يفتح الباب. ساعتها افتكر صاحبه بتاع انجلترا ياه وقال بصوت عالي ممكن انزل اشتري سجاير. ساعتها الباب اتفتح لوحده. هنقول عطل في الاسانسير، بس عطل ايه اللي بيتصلح لما يستاذن انه ينزل يشتري سجاير؟ طب يا احمد ايه علاقة ليلى مراد بالموضوع؟ ما طبيعي الشقة مقفولة بقالها فترة كبيرة، فوارد ان يسكنها اشباح. هقولك ان في يوم بالليل كان قاعد مع خالد الحجر صديق لي، مرة واحدة قال بسم الله الرحمن الرحيم. لما سأله خالد الحجر قال له في واحدة عدت من قدامي دلوقتي وانا في البلكونة. رد خالد وقال له واحدة مين؟ مفيش واحدة. قال له شفتها والله، عدت من قدامي لابسة لبس هندي، بنطلون وشال زي الهنود. ولما سأل خالد الحجر ابن الفنانة ليلى مراد اللي كان مأجر منه الشقة ساعتها، قال له دي أمي، كنت بشوفها على طول أما بروح الشقة، ما تخافش ما بتعملش حاجة، زي ما بتظهر بتختفي. كمان من ضمن الحاجات الغريبة اللي قالها خالد الحجر، هسيبه هو يقول لكم. يعني مثلا ما بصحى الصبح واجي هنا، يعني باجي من الاوضه على هنا ببقى مقفل كل حاجه، بحس ان في ناس موجوده ولازم افتح الشبابيك عشان الطاقه دي تطلع. طب مين اللي بيكون نايم جنب خالد الحجر بالليل على سرير ليلى مراد ولما بيقلق خالد بيقول لهم قوم من جنبي عايز انام؟ وعلى لسان خالد الحجر قال ان موت نجيب الريحاني كان في نفس العماره وان سبب موته اكلة سمك مسموم. اغلب المشاهير اللي ماتوا في حوادث غريبه كانوا قاعدين في نفس العماره. كاميليا اللي ماتت محروقه في حادثه طياره، واسمهان اللي كلنا عارفين انها ماتت غرقانه بالرغم انها بتعرف تعوم، واللي قالوا بعد كده انها ما عرفتش تخرج من العربيه بعد ما وقعت بيها في الترع. وكمان محمد فوزي اللي مات بمرض سرطان غريب في العظم. من ضمن الطقوس اللي كان بيعملها المخرج خالد الحجر انه لازم لما يصحى الصبح يفتح كل الشبابيك. ده حتى جه في مره نزل نسوا انه يعمل كده، رجع وشاف الشبابيك كلها مفتوحه. طب هو مين اللي بيفتحها؟ لما نرجع لخالد الحجر في لقاء لي مع عمرو الليسي هنلاقيه قال انه من هو صغير كان بيشوف حاجات مش طبيعيه وان الشفافيه عنده عاليه شويه. زي انه كنت في البلد مره وماشي مع عمي في جنب ترعه كده، فلقيت واحد بيجري بجلابيه بيضاء وجنبه ثعلب. ده بجد. وانا كنت 12 سنه حاجه كده، فبقول لعمي مين بيجري ده؟ قال لي ما تبصش ما تبصش. بقول له ليه؟ قال لي لا ما تبصش. واحنا ماشيين بعد كده سالته انت ما قلت لي ما تبصش ليه؟ قال لي ده واحد كان اتقتل هنا وروحه ساعات بتطلع. كنت قاعد مع رايحين انا ومراتي نتعشى عند واحده صديقه وصاحبتها، فسلمت عليهم ومراتي دخلت الاول سلمت عليها، وبعدين لقيت واحده طالعه من المطبخ بتبتسمني لابسه اخضر وشعرها اصفر. فواحنا بناكل قلت لهم اللي موجوده معانا دي مش هتيجي تاكل معانا؟ فقالت مش حد موجود احنا بس. فقالت لي هي مين؟ قلت لها في واحده لابسه اخضر وشعرها اصفر، وابتسمت لي وطلعت على السلم يعني. فقالت لي لا دي ماما بتزورنا احيانا، مامتها دي ماتت بقى لها فتره. قلت لها بس دي واحده صغيره؟ قالت لي ما بتيجي تزورنا وهي صغيره. فحاجات زي ده ده المره الوحيده اللي انا شفت حد فيس تو فيس وابتسم لي. كان في اوضه برضو كنت مأجرها في انجلترا ما كنتش بعرف انام فيها خالص، كنت بحس ان في طاقه، دي كانت طاقه مش حلوه، وانا نايم كان حد بيمسك صباع رجلي كده، كنت اقوم مغبوط او اللحاف ينزل. ف
فاشتكلت صاحبه الاوضه قالت لي اه ده في ناس كتير اجرتها قبلك وقالوا نفس الاحساس ده، وتقريبا كان حد خادم ولا حاجه كان ساكن في الاوضه دي وتوفى مقتول يعني. رد عليه عمرو الليسي وقال له فاكر يا خالد المقاله اللي اتنشرت في الصحافه عن ان كانوا بيصوروا فيلم في انجلترا ومأجرين البيت من الناس، وبعدين بعد ما صوروا فجأة الراجل المخرج قال ستوب يا جماعة في ولد صغير واقف ورا هناك أرجوكم من فضلكم يعني ما يصحش كده، احنا مأجرين البيت. قولوا لأصحاب البيت، فأصحاب البيت مش موجودين. راح عند فيولا بيشوف الفيلم فلقى صورة الولد طالع في الكادر، فجاب اصحاب البيت قال لهم احنا مش هندفع الايجار لان كنتوا بوظتوا لنا التصوير، هنضطر نعيده تاني عشان في ورق كان موجود. المفاجاه ان الولد دوت ميت بقاله 5 سنين. لما سالوا عمرو الليسي ايه اكتر الاماكن في الشقه هنا بتحس فيها بطاقه غريبه، قال له ان اكتر الاماكن موجوده هنا في الشقه ما بيرتاحش فيها المطبخ والكوليدور. قال كمان انه هو شغال في المكتب لازم يقفل باب المكتب عشان بحس ان في حد في الصاله بيبص لي وما اعرفش اشتغل. طب عمرو الليسي حس بايه لما دخل الشقه؟ عمرو الليسي قال انا ما اعرفش ليه ما ارتحتش لما دخلت الشقه دي، ما ارتحتش حتى انا قلت لك وفي ايه. يعني شوف لغايه الباب حاجه، الشقه دي لما دخلتها احساسي يعني مش متوتر بس في حاجه مش طبيعيه. احب اشكر الناس اللي عملت لي لايك على الفيديو بتاع عماره رشدي اخر فيديو ليا، بجد دعمكم ليا محمسني ان اكمل. احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وشير. انا احمد عبد الرحمن في حكاوي نص الليل.